السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. شركة HTC أطلقت هاي السنة بشهر أبريل جهاز لما نزل كان سعره $450 ويعتبر من الفئة المتوسطة الفخمة، اللي هو HTC U Play، ماشي الحال. وكان طبعا في HTC U Ultra طبعا أغلب كثير، كان $800 أو شيء زي هيك. فهذا الجهاز نزل $450 وبصراحة مش كتير انتشر وما حقق الاشي المميز لهذه الشركة. فحاليا سعره ما بين $250 إلى $300، فبصراحة سعره كتير نزل على هيك جهاز. ممكن كتير ناس بتمنوا يجيبوا هيك جهاز، ليش؟ بيدوروا على الفخامة، موجودة، بيدوروا على أداء متوسط، موجود. هذا الجهاز من الأجهزة الجميلة لشركة HTC. بدي أحكي عن مواصفات اليوم، ممكن واحد فيكم حاب يشتريه. طبعا ممكن احط روابط للشراء في اسفل الصفحه في الديسكريبشن الى اللي بحب يشتري. خلونا نشوف مواصفات. بالنسبه للتصميم، الجهاز مبني من الزجاج، وميزه هذا الزجاج بصراحه كل ما جاء عليه ضوء معين بتغير لونه، فبيتاثر هو فعليا بالضوء، بتحس كل مره انه جهازك اختلف، جهاز جديد، فبيعطي جماليه حلوه كثير بصراحه لهذا الجهاز. هو بشكل عام ممسكه، اللوك تبعه، الفيل تبعه فخم، مع انه جهاز متوسط، ولكن HTC جعلت من هذا الجهاز شكله جميل لحتى يجذب الناس، مع انه ما جذب الناس كثير وما اشتروه، لكن انا بتوقع الناس لو تعرف على هذا الجهاز ممكن تحب هذا الجهاز. في نقطة ممكن تنفر الناس من هذا الجهاز، مع انه زجاج صار هاي ترند بشكل عام على كل الأجهزة، الزجاج حيلم بصمات كثير، فانت حضلك تمسح وتنظف، تمسح وتنظف، تمسح وتنظف، تمسح وتنظف، يا سلام، تمسح وتنظف، تمسح وتنظف. نحكي عن الشاشة، هي سوبر LCD 5.2 انش فول HD 428 بكسل لكل انش، محمية بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس غير معروفة الرقم، المجهول هي نسميها، مش عارف ليش ما بذكروها، يمكن بيستحوا يحكوا ثلاثة، ما نوصلنا هسا بزمن الغوريلا جلاس خمسة. عادي احكوا يا جماعه الخير، ما في اي شيء، ما حدا بزعل، بالعكس نعرف احسن ما انه ما نعرف. بالنسبه للمعالج، فهو معالج متوسط من شركه ميديا تك، اللي هو الهيليو P10، اداؤه متوسط، اداؤه يعني جيد لا باس به. للاسف نظام التشغيل مش الاحدث، هو مارشميلو 6.0، وممكن بس مش اكيد يتحدث للنوغا 7.0، ما بنعرف لسه، يعني ما في خبر اكيد. بالنسبه لساعات التخزين عندنا خيارين، 32 مع 3 جيجا بايت رام، او 64 مع 4 جيجا بايت رام، مع SD كارد 256 جيجا بايت. طبعا دائما الشركه بتذكر انه لا، الجهاز بيدعم 2 تيرا بايت من الاس دي، فيش داعي نذكرها بصراحه لانه لسه ما اخترعوا ال 2 تيرا بايت. وزي ما حكيت مره انه حتى لو اخترعوا ال 2 تيرا بايت ما في حدا عنده قدره يشتري كرت ثمنه قد ثمن الديفايس نفسه. يعني انت بتشتري كرت SD كارد حقه بحق الجهاز اذا كان موجود. بالنسبه للكاميرات، الكاميرا الخلفيه جيده جدا، 16 ميجا بكسل، تعطيك فيديو فل HD، فيها اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، فاداء هاي الكاميرا جيد جدا، فيها تقنيه الدول بيكسلز او البيكسلز الكبيره، فيعني حتعطيك فعلا اداء كويس. اما الكاميرا الاماميه تقريبا نفس المواصفات، 16 ميجا بكسل، فيديو فل HD، وفتحه عدسه F2.0 زي الاولى F2.0، بس ما فيها اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، ولكن برضو جيده جدا. بالنسبه للصوتيات، معروف عن ال HTC انها اجهزتها بتدعم صوتيات قويه، البوم ساوند. للاسف هذا الجهاز ما بيدعم البوم ساوند، ولكن بيقدر يعطيك اذا استخدمت سماعات الاذن او الراس، اذا استخدمت الهيدفونز ممكن يعطيك 24 بت كجودة صوت، وهذا إشي كويس. ولكن للأسف ما في مدخل 3.5 الهيدفون جاك، راح تضطر تستخدم الـ USB Type-C اللي هو المدخل الجهاز. بالنسبة للبطارية، فحجمها 2500 ميلي أمبير، طبعا صغيرة أوكي، وشحن سريع. بتعتقد الشركة ممكن تكفيك هذا الجهاز يوم كامل بالاستهلاك الوسط، خلينا نحكي بصراحة 2500 ميلي أمبير بضلوا بطارية صغيرة، أنا هيك رأيي الشخصي. لازم يطلعوا على 3000 أو يتعلموا من شركة الصينية ثور، اللي هي فيرنيثور، بتعمل أجهزة 5000 و6000، بضلوا حجم الجهاز صغير وما بينفجر ولا بينحرق. بالنسبة للسعر، على موقع سوق.com حتلاقي هذا الجهاز 800 درهم إماراتي، أي ما يعادل $250 أمريكي. على أمازون حتلاقي هذا الجهاز ب $300، فأنت اختار المكان اللي بدك تشتري منه، وراح أحط الروابط في الأسفل. في المستقبل حصير أستفيد من هاي الروابط، بس حاليا ما بستفيد. ممكن أعمل شراكة مع هاي المواقع، بصير عندي ناس كثير
انه والله الناس هاي بتشتري عن طريق الروابط تبعتي بصير يفيدون فلوس في المستقبل. فان شاء الله نحاول نتعود شوي شوي، نضغط نشوف شو في روابط في الديسكريبشن. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو واستمتعتوا وعرفتوا جهاز جديد، وان شاء الله تكونوا حبيتوه وحبيتوني. بتمنى اشوفكم في الفيديو القادم. انا كثير بتحمس لما يكون في فيديو قادم، عشان انا يعني صار حياتي كثير متعلقه بهاي الفيديوهات وفيكم انتو كمان، يعني نص حياتي صارت معكم، فهذا اشي كثير حلو بصراحه، اشي جميل. جزاكم الله خير، يعطيكم الف عافيه، سلام عليكم.